بعد زيارة رئيس الوزراء للمنطقة دي عشان يشوف آخر تطورات منطقة مثلث ماسبيرو جارنا هنا. المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أهلا بيك يا فندم. أهلا بسيادتك يا فندم. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، مساء الفل على حضرتك. أخ مساء السكر عليك. طمنا أخبار مثلث ماسبيرو إيه؟ إحنا بنشوفه من بعيد عشان لسه حواليه الأسوار بتاعة استكمال الإنشاءات وما إلى ذلك، لكن إحنا بقى عايزين نعرف إيه الأحوال جوه. طبعا بدأوا حضرتك للزيارة، خلاص الحمد لله إحنا فتحنا الطرق، خلاص اللاندسكيب جاهز للمرحلة الأولى اللي شرفنا طبعا بزيارتها النهاردة دولة رئيس الوزراء، اللي هي المرحلة اللي هي أبراج السكن البديل. أيوة بتاعت أهالينا. السكن البديل أهالينا السادة المواطنين اللي هم اختاروا رغبة اللي وافقوا على العودة للمكان تاني والسكن في المشروع اللي سيادتك بتعرضه على الشاشة دلوقتي. علشان هتلاقي واد إخواني قاعد دلوقتي على تويتر يقول لك أبراج ماسبيرو بتاعت الأغنية اللي خدوها من الغلابة، وهيقعد يعمل لنا حبتين كده. فدي مظبوط فندم، ده كان تشكيك الوحدات يعني بتاعت أهالينا. مظبوط. كان ده التشكيك اللي بيحصل ايامها لما كانت اهالينا بيشككوا، في ناس بيشككوا في الكلام ده، الحكومه مش هترجع لكم حاجه. الحمد لله دوله الرئيس والسيد وزير الاسكان النهارده في الزياره اكدوا على والنبي دي ان الساده المواطنين. لا انا هقطعك، انا هقطعك والنبي معلش، اللي انا شايفه قدامي على التلفزيون ده، الشاشه اللي قدامي في الاستوديو، ودي المداخل والعماره والاسانسيرات اللي هيسكن فيها اهالينا اللي كانوا ساكنين زمان في نفس المنطقه، ولا ده الاسكان الفاخر العابر للقارات؟ مظبوط يا فندم، مش سيادتك قلتوا اهالينا اللي وافقوا على العوده هيكونوا في الوحدات دي ان شاء الله زي ما حضرتك شفت كده، ويمكن دوله الرئيس والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان تفقدوا الوحدات من جوه يتاكدوا من التشطيب ويوروا الناس شكل التشطيب الفاخر اللي تم تنفيذه للعدد الوحدات اللي تم تنفيذها للساده اللي هيرجعوا فيها ان شاء الله. روح يا باشمهندس الهي يعمر بيتكم يعني. والله العظيم الهي يعمر بيتكم. ربنا يبارك فيك. هو طبعا زي ما حضرتك شفت كده مجموعه من الابراج 12 برج تقريبا، منهم ال10 ابراج اللي هم ان شاء الله هيرجع فيهم الوحدات اللي هم حوالي 932 وحده سكنيه، دول الاهالينا اللي هيرجعوا فيها ان شاء الله. وفي برجين يعني حجم اصغر شويه، حاجات اداريه كده للخدمات في المنطقه، والبوديوم طبعا هيبقى فيه جزء تجاري وخدمي للمنطقه والاهل المنطقه المحيطه كمان، بالاضافه لانه في جراجات وبيزمنت تحت الابراج عشان تستوعب عدد السيارات اللي هتبقى موجوده في المكان. الرساله اللي عايز اكد عليها انه يعني احنا كان عندنا دعوات كتير زمان بتاكد ان المشروع ده مش هيكمل، وان المشروع ده وعود سياده الوزير النهارده والدكتور عاصم الجزار وزاويه رئيس الوزراء اكدوا ان الحكومه وعدت ووفت بوعدها في مشروعات العشوائيات بالكامل وبالمشروع ده بالاخص، لانه كان اكثر مشروع بيتلقى هجوم غير عادي. الدولة اشتغلت بقوة في مشروعات تطوير العشوائيات في أماكن كتير في مصر تتخطى 312 منطقة، ودي كانت من أهم المناطق لأنها تتوسط العاصمة، تتوسط القاهرة. وطبعا حضرتك مدرك والسادة المشاهدين مدركين قد إيه حجم السلبيات اللي كانت موجودة، عشش ونقص خدمات وفقر في الخدمات ومشاكل كتير جدا كانت في المنطقه، والحمد لله. لا ده اصل انا يعني عارفها ودايسها وهارشها من سنه 98، انا دخلت هذا المبنى العظيم سنة 98، فعارف الحتة دي يعني مشيت فيها لما قلت يا كيف. الله ينور على حضرتك. قول يا صاحبي أسامة جلال ساكن هناك. زي ما حضرتك شايف كده المكان اتطور، سيادته كان بيتجول النهارده في الطرق المدخل الرئيسي للمشروع سواء من شارع الجلاء أو من المدخل الداخلي، اللاندسكيب خلاص بيخلص بنسبة يعني 94%، احنا بنتكلم في أيام. المرافق كلها بيتم تجربتها دلوقتي، مصاعد الكهرباء الحمد لله ردت بالكامل وبتتجرب دلوقتي عشان طبعا يستوي فيها طبعا من اول الدور الثاني لحد الدور العاشر وال15 كله شغال. بيتم التاكيد الايام دي على المرافق بالكامل عشان تبقى مستديمه ميه، صرف كهرباء، غاز. عايز اقول لحضرتك ان انا كنت في موقع يوم الاحد، الغاز ركب بالكامل للموقع ويتم تغذيه الوحدات السكنيه بالغاز بحيث ان الساده المواطنين اللي راغبين في العوده يرجع يلاقي عدادات راكبه، ميه، صرف كهرباء، غاز، كله راكب، عدات موجوده. هو كل اللي هيعمله انه يفرش الشقه ويقعد التشطيب كامل سوبر لوك. لو حضرتك شفت النهارده كده في زياره دوله رئيس الوزراء ووزير الاسكان والسيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، المرافق بالكامل تم التاكيد النهارده على ان كل العدات تكون راكبه قبل السكان ما تبقى موجوده، وتكون كل الخدمات موجوده في المكان مستديمه سواء ميه او صرف او كهرباء. باشمهندس عمرو وراكوا ايه يوم الاحد الاثنين صبح؟ ورانا ايه يوم الاثنين ده؟ حضرتك هتشرفونا اكيد. لا انا عايز
اجي ولا حضراتنا ولا حاجه، اخوك يوسف عاوز اجي اتفرج. هيبقى معايا زمايلي وهنصور، انا عايز اطلع في الاسانسير. والله العظيم والله العظيم والله العظيم العماره دي اشيك من اي عماره سكنت فيها في حياتي. ربنا يخلي حضرتك، تنورنا يا فندم، وزمايل حضرتك تنورونا في اي وقت وتحت امركم، واحنا موجودين على مدار الساعه، في هناك زملاء من كل القطاعات شغاله. عايز اقول لحضرتك ان الموقع شغال، لسه المرحله الثانيه شغاله، احنا ما انتهيناش. لا ما انا فاهم، انا عايز اخش العمارات كده، اطلع في الاسانسير واطلع في الاسانسير وانزل في الاسانسير واقف اتفرج على الرخام اللي في المدخل ده. تنورنا يا فندم، تحت امر حضرتك، وتشوف حضرتك المنظر بنفسك وتشوف واقعد في البلكونه الحقيقه، وتنور يا فندم تحت امر حضرتك عشان عايز اتفرج على المشهد من فوق. ما طالما مش هعرف اجيب انا بيت في الحته الحلوه دي، فيعني انا هنتظر لحد ما صاحبي اسامه يستلم البيت، اسامه جلال الشهير بصديقي، فهو هو ده الكود نيم بتاعه يعني صديقي، لحد ما يعزمني عنده مره على كوبايه شاي بلبن في البلكونه. دي اشاده نعتز بيها، واحنا فعلا كان هدف الوزاره ان هي تحط لبنه في الطريق الصحيح لجوده الحياه من وسط العاصمه، عشان ما حدش كان فيه برضه الله ينور قال العاصمه الجديده رايحه واحنا قاعدين هنا، لا احنا بدنا نطور كل حته في العاصمه القديمه والعاصمه الجديده في نفس التوقيت. الله اكبر، الف الف شكر ليكم كلكم يا باشمهندس، الف شكر. شكرا ليك يا فندم، الف شكر ليك مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان.